بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الفرع الثاني من مثال الانسينيريتر والباك فلتر. زي ما حكينا بالفرع الأول أو بالفترة الأولى إنه عندنا ويس انسينيريتر يستخدم الإير باك لمعالجة الملوثات اللي هي البارتيكولات مطر الخارجة منه. الفلو تدفق الهواء كان 47 متر مكعب في الثانية، كان تركيز البارتيكولات مطر 15 جرام بير متر مكعب. طبعا هذا الفلو يتوزع على 424 فلترز، راح يتوزع الفلو على 424. زي ما قلنا بتفرض نفسك روح على فندق في 424 غرفة، فكل واحد بروح على غرفة، انت ما بتمر على كل الغرف لكن بتروح على غرفة واحدة. وعندنا الفلو طبعا بخرج نفس الفلو ريت واللي هو 47 متر مكعب الثانية مع تركيز ملوثات 24 ملي جرام في متر مكعب. هون الداخل 15 جرام، يعني 15000 ملي جرام تطلع 24 ملي جرام. واحنا حليناه وطلعنا الافيشنسي. بنحكي الفرع الثاني شو بقول. بقول انه صار عندنا امرجنسي، يعني لسبب ما طارئ ما تعطل فلتر من هاي الفلاتر من 424 فلتر، فصفى انه الفلو ما عم بدخل، يعني عم بدخل وعم بيطلع بدون ما يتفلتر. فلو احنا شفنا الرسمة هاي اوضح، يعني انا عندي جزء فلتر واحد من 424 فلتر اتعطل، فصار فعليا انه الهواء اللي بدخل عليه وبيطلع منه ما راح يتعالج لانه الفلتر مش موجود. فهو جزء من 424 جزء من التوتال فلو، الفلو الكلي هو 47 متر مكعب بالثانية. فجزء من هاي من 424 جزء راح يدخل ويطلع بدون اي معالجة، بدخل تركيزه زي ما هو التركيز ثابت 15 جرام بالمتر مكعب، راح يطلع تركيزه 15 جرام بالمتر مكعب. راح نسميه النقطة A، لو سميناها النقطة A هلا بنقولها. بينما البقية الفلو اللي هو 423 424 جزء راح من 47 راح يدخلوا يتعالجوا ويتفلتروا، فبدخلوا التركيز. طبعا لو سجلنا هون التركيز نتأكد انه التركيز طبعا تبعهم، لو سجلنا هون حيكون السي ان تركيزه 15 جرام بالمتر مكعب، نفس التركيز هذا السي ان. طبعا هم اللي بخرجوا عند النقطة سميناها النقطة بي، هذا الخارج طبعا بتفلتر. احنا قلنا كفاءة الفلتريشن كانت 99.8، الافيشنسي كانت تبعت الفلترة كانت 99.8، هاي افيشنسي ريموفال افيشنسي. طبعا في النقطة ايه عند ايه قلنا هاد اللي حكينا قبل شوي انه الباي باس، انا بسميه باي باس في الانجينيرنج بروسيس، انه ما بتفلتر، دخل جزء من 424 جزء وطلع بدون ما يتفلتر، هذا نسميه باي باس. طبعا هون السي ان بدخل 15 جرام بالمتر مكعب وبخرج 15 جرام بالمتر مكعب عند ايه. هسه السؤال بقول لك هل انا راح اكون اضلني ضمن الستاندر الحكومي ولا حصير مخالف؟ يعني حتضل السي اوت هون بعد ما يصير خلط بين A و B، هون السي اوت عند النقطة زيد لو سميناها السي اوت، قديش حيكون التركيز البارتيكولات مطر في هاي النقطة؟ عندنا الجاي من الباي باس اللي ما تفلتروا، في عندنا الجزء اللي دخل فلتر وصار له تفلتر جاي من بي، فأنا بدي أعرف هون تركيزهم، فلوريت ثابت. فهذا هو فكرة السؤال. نبدأ في الحل عشان نعطي انتر، عشان نعطي الحل، نعطي سبيس لنا، اعطينا سبيس. يعني انا بدي احاول اضلني ظاهر هون عند الشاشة، ممكن نضل مخضار ننزل الشكل كامل وسيعنا سبيس نحن. طيب فانا بحكي نشوف عند ايه ات ايه شو في عندي ملوثات، يعني اللي هي هاي قديش الكمية الملوثات. طبعا انا لو بدي اطلع على تركيز السي بشوف الكمية الجاية من ايه، الكمية الجاية من بي، بجمع الكميات. طبعا انا بجمع الكميات بقسمها على الفلوريت بتطلع عندي التركيز اللون، هاي هي الفكرة. فانا عندي كمية من الملوثات جاي من ايه وفي كمية من الملوثات جاي من بي، بدي اشوف الكميات هاي واجمعها واقارنها.
نبدأ بنحكي at A. at A شو في عندي جاي؟ في عندي داخل جزء من 400. احنا بنحكي نفس ال CN، يعني ال CN هي كل واحد متر مكعب فيه، بس نمسح ليش هيك، كل واحد متر مكعب فياته، كل واحد متر مكعب at A، يعني نكتبها at A، كل تركيز ال CN اللي هو 15 جرام بالمتر مكعب، يعني احنا بنحكيها بحكي العرب كل واحد متر مكعب في 15 جرام من البارتيكوليت متر. طب انا قديش عندي الفلو؟ الفلو جزء من 424 جزء، يعني هي 1 على 424 من سوري 24 من ال 47 من 47 متر مكعب بير سكند. مظبوط ولا لا؟ يعني انا اتمنى هاي تكونوا فهمتوها. هذا هو كمية الفلو، يعني بتقسم الفلو ال 47 متر مكعب يتقسموا ل 424 جزء، جزء واحد منهم هو ما صار له فلتريشن. بدنا ناخذ الرقم، يعني لو اخذنا الرقم ناخذ الجواب بس جاهز، بيطلع عندي طبعا هون احنا 15 جرام، كنت حط 15000 ملي جرام، بيطلع الاكس قيمته، الاكس اللي هي amount of particulate matter at A، فهي الاكس بتطلع قيمتها 1600 اللي 1.6627 بس اتاكد من الرقم، جرام بير سكند، جرام بير سكند، يعني 15 ضرب 47 تقسيم 124 اللي هي تساوي 1662.7 ملي جرام بير سكند. هاي البارتيكوليت متر اوف بي ام فروم ات اي. هلا ات بي، ات النقطة بي، عند النقطة بي بدنا نشوف شو بدي يجي البارتيكوليت متر. احنا عندي الفلوريت انا دخلت الكمية 15000 ضرب اللي هو ضرب 47، نشوف الكمية الداخلة ونشوف قديش راح منها بسبب الفلتريشن. احنا قلنا الافشنسي 99.8%، يعني انا بتدخل عندي 15 جرام او 15000 ملي جرام بتروح منهم 99.8%. ممكن ناخذهم خطوة خطوة افضل. احنا بنحكي ات بي الداخل، بنحكي انه الداخل 15000 ملي جرام، نحطها بس عشان بالجرامات بير متر مكعب، الفلوريت الداخل 423 من 424 من 47 متر مكعب، بتطلع الجواب 703337 ملي جرام بير سكند. هاي كمية المواد الداخلة معنا هون، هاي كمية المواد، كمية البارتيكوليت متر الداخلة على الفلتر. طيب قديش بده يخرج عند بي؟ بدنا نشيل منهم 99.8، بنشيل 99.8 يعني بروحه، بضل عندك البقية، يعني ممكن الريموف هذا الان، هذول بنحكي عنهم، هذول انتر ذا فلتر. هلا الريموف ممكن نحكي الريموف يساوي 99.8 ضرب هذا الرقم سوري في المية، فنحن نحطها 0.998 ضرب هذا الرقم 703337. هدول ريموف. المتبقي قديش بده يكون؟ بده يكون بدك تطرحهم من هذا الرقم، او ممكن ال remaining at b out طريقة ثانية at b، يعني عندك واحد ناقص البوينت 9.98 هسه هو بشيل واحد. احنا قلنا احنا ازلنا 99.8، معناته اللي طلع كم منهم على 100% اللي هي واحد اللي هي 100%، هاي هون بوينت، هاي بوينت 1 نشيل هاي بس اسفين، هون بوينت، فاحنا بنكملهم على 100% ضرب اللي هي 703337، يعني هذا اللي أزلناه.
او نحن هون بطلع الرقم، بيطلع عندنا هون لو حط معنا الرقم يعني، بس انا عشان اخذ الرقم 703 او 702 بيطلع معي 702 219، يعني هذا الرقم لو طلع معك 702219 209 219 219. هذول الرموز معناته المتبقي 703 ناقص 702 اللي هو بيطلع معك هون تقريبا، ناخذ الرقم جاهز بدنا ناخذ 1125 اللي هو معك 1125، فصار عندي 1125 جيات من بي، وعندي 1662 جيات من اي، هاي هي الكميه اللي اجت عندي. انا بس انا خليت لزمتني الارقام، نحط انت معناته ات زد اللي هي اللي هون، فانا في عندي هون عشان نتذكر يعني جاي من هون 1600 اللي هون جاي 1000 هون جاي 1600 هون جاي 1662 هون جاي 1125 بيختلطوا من عند ايه من هون، هون جاي 1600 فبيختلطوا عند زد نجمعهم، فالعند زد يكون عندي المجموع هاد زد يساوي 1662 هون 7 زائد 1125 ناخذ الرقم بس 0.2 بيطلع المجموع طبعا الوحدة تاعتهم ملي جرام بير سكند، هاي الكمية المواد. لاحظ احنا بنجمع مواد ماس فلو، عم بجمع مواد 2700 بيطلع الجواب 2787.9. لاحظ انا بجمع ماس فلو، هاد ماس، هاي وحدة ماس ملي جرام وحدة ماس. هسه التركيز معناته أتزد التركيز أنا نعطيه بين قوسين يساوي 2787.9، هون في بوينت نوضحها، على قديش؟ على 47. ليش؟ هاي ملي جرام بير سكند، وهون عندي متر مكعب بير سكند، السكند مع السكند بتروح فبطلع اليونت ملي جرام بير متر مكعب، اللي هي وحدة كونسنتريشن، تطلع 58 او 59 يا 58 يا 59 59.3. لاحظ انه انا صراحة يعني ارتفع التركيز من 24 ل 59، يعني التركيز هون صار 59، معناته انا صرت محقق شروط البيئة. لا مش محقق شروط البيئية بهاي الحالة، مع انه جزء من 424 جزء ضرب معي، لكن لاحظ انه انا صرت مخالف للاشتراطات البيئية، فهذا يعني هذا الجزء بورجيك انه انت ما تستهين، لانه انت صراحة فعليا هذا الجزء صح انه من 424 جزء، ولكن هذا الجزء ما تعالج نهائيا، فراح اثر عندك السيستم كله خلاه يصير من ما كنت انت ضمن الستاندر او ضمن القوانين والانظمة صرت مخالف، هاي مشان انت ما تستهين في جزء بسيط، لانه انت فعليا ما عالجت هذا الجزء نهائيا. لو سالك شو النيو افشنسي، النيو افشنسي يعني بعد المعالجه الافشنسي بامكانك الافشنسي نيو يعني بعد اللي هون كانت عندك 15000 متر مكعب بالملي جرام بير سكند ناقص 5 ناقص صارت 59.3 على 15000، هاي النيو افشنسي. هذا النيو افشنسي ما زادش كثير 99.6، يعني انت الافشنسي كانت 99.8 صارت 99.6، بالرغم من انه الافشنسي ما نزلت ولكن انت صرت مخالف. شوف كيف الفرق، انت ضليتك بال 99 يعني ضليت افشنسي عالي، ولكن انت شو صرت مخالف للتعليمات. فارجو انك يعني هاي تكون الشغله واضحه عندك. ننتقل للسؤال الثاني اللي هو يمكن اخر سؤال عندنا في الماس فلو او في الماس بالانس للماتيريال، بقول لك ويست ووتر تريتمنت بلانت
في عنا محطة معالجة مياه عادمة with an output the Q تبعها كان flow الخارج 38400 متر مكعب في اليوم و discharge the liquid effluent الإفلوينت كمان اللي هو الخارج و VOD كان تركيزه 20 ملي جرام بير لتر. يعني نحن عندنا مصنع بفرغ حمولته بطلع حمولته الكيو الخارج منه هذا مصنع اللي هون الكيو كان 38400 متر مكعب بير دي اسف عندنا رسمه كان تركيز البي او دي البي او دي طبعا هو ملوث بنسميه بيولوجيكال اوكسجين ديمان هو له علاقه في المياه العادمة يعني قديش تركيز المواد العضوية في المياه العادمة احنا حنيجي بندرسه لقدام ولكن هو يعني الآن ما تركز على اسم ملوث اسمه بي او دي كان تركيزه لما نحكي تركيزه يعني 20 بي بي ام 20 ملي جرام باللتر ونحن قلنا الملي جرام باللتر كان نختصرها تضرب فوق ب 1000 بتصير جرام وتحت ب 1000 بتصير متر مكعب لما تضرب ب 1000 في 1000 يعني وكأنه ايش ما اختلف شيء خلينا نحط ضرب 1000 نحطها 1000 بتصير جرام هاي ضرب 1000 على 1000 فبتصير 20 جرام بالمتر المكعب نتذكر قلنا البي بي ام هي ملي جرام باللتر او جرام بالمتر المكعب فهي نفس اليونت فنحن بنصير نكتبها ليش انا كتبتها صح انه السؤال اعطاني اياها ملي جرام باللتر ولكن انا ممكن اكتبها هون جرام بالمتر المكعب ليش اخذتها بالمتر المكعب صراحه حتى اوفر على حالي تحويل وحدات لانه الفلو بالمتر المكعب حتكون اسهل عندي للحل. فهذا المصنع هذا بلانت ويست ووتر تريتمنت بلانت يعني مصنع مياه عادمه بيفرغ حمولته على نهر قريب اي النهر جنبه فنازل يفرغ الحموله تبعته في النهر. اوكي والبي او دي هون في اعلى النهر هذا مجرى النهر ماشي للاسفل هيك على مجرى النهر. البي او دي هون في الاب ستريم بسموه البي او دي في الاب ستريم تركيز البي او دي في الاب ستريم كان 0.2 ملي جرام باللتر والفلو تبع الكيو تاع النهر يساوي 20 متر مكعب بير سكند كومبير ذا بي او دي اوف ذا ريفر داون ستريم اسيومينج كومبليت ميكسينج يعني انا عندي نلخص السؤال عندي مصنع اللي بتب مي مياه عادمه 38400 متر مكعب في اليوم تركيز البي او دي 20 ملي جرام 20 جرام بير متر مكعب بكبها بفضيها في نهر النهر تركيز البي او دي في 0.2 ملي جرام بير لتر اللي هو نفسه جرام بير متر مكعب احنا كنا برضه نضرب ب 1000 ونضرب ب 1000 نحطها هون جرام بير متر مكعب نفس الشيء والفلو تبعه 20 متر مكعب بير سكند قديش حيكون تركيز البي او دي هون في الداون ستريم هاي النقطة بدي تركيز البي او دي هون بعد الخلط افرض انه صار في خلط كامل يعني هذا هو السؤال بدي قبل ما نحله اعطي بس سؤالين انو اكبر فلو تاع المصنع ال 34000 ولا فلو النهر طبعا you have not to compare or to decide until you unify the units يعني حتى انك توحد اليونت ما بتقدر تقارن لازم تقارن ابل تو ابل يعني انا ما بقدر احكي انه هذا الفلو اكبر من هذا الفلو لانه انا 20 متر مكعب بير سكند ولا 38000 انه اكبر ما بعرف لازم لما اقارن ابل تو ابل. طيب الشغله الثانيه اللي بدي احكيها قبل ما نبدا حل وانا دائما انبه عليها انا بعطيك دائما حطها حلقه في اذنك التراكيز لا تجمع التراكيز لا تجمع هذا ايش اسمه تركيز هذا اللي هون هذا تركيز انا ما بدي اكتب والبي او دي هون تركيز انا ملي جرام ماس بير فوليوم ماس بير فوليوم جرام بير متر مكعب هذا تركيز ما بنحكي انه التركيز هون 20 وهون 0.2 بنجمعهم هون 20.2 التراكيز لا تجمع نهائيا لا عمرك تجمع تراكيز اعطيك دليل وشيء قصه حتى انت بحياتك لا تجمع تركيز نفرض انه انت واقف على البحر تركيز البي بي ام الصوت في البحر في السي يعني نحط هون تركيز الصوت في البحر الاملاح في البحر ما حل عاد نفرض انه عندك بحر ما
تركيز الأملاح كان 10,000 بي بي ام. طلع عليها 10,000 بي بي ام. بدنا نمسحها بس هون عم بعمل نمسحها. نفرض انه انت واقف على تركيز السي ووتر، تركيز الاملاح في السي يعني السولت او تركيزها مثلا 10,000 بي بي ام، يعني 10,000 جرام بير متر مكعب، يعني تقريبا كل متر مكعب فيه 10 كيلو. اوكي، رحت انت جبت واقف انت هذا التركيز الاملاح في السي، رحت انت عملت محلول هيك وجبت لك لتر ونص من مية الأكوافينا، حطيت فيهم 10 جرام اللي نسميها ايش نسميها اليور، يور سولت، يور سولت، يور سولت. انت جبت التركيز، جبت 10، جبت لك معلقة ملح او 50 جرام ملح، 50 جرام ملح، وذوبتهم في 2.5 لتر مي. يعني جبت لك جنية مي أكوافينا لتر ونص، هنضلنا على جنية المي الأكوافينا لتر ونص. جبت 50 جرام ملح ذوبتهم في لتر ونص علبة المياه الأكوافينا، قديش حيكون تركيز اليور سولت؟ حيكون 50 جرام أو 50,000 ملي جرام صراحة، صح؟ على 1.5 اللي واحد حسبنا اياها، 50,000 على 1.5 طلع لها 30,000. هنشوف بس سريعة، 50,000 تقسيم 1.5 تطلع 33,333، يعني تقريبا صرت زي مية البحر الميت تقريبا اتوقع. نمسحها جرام بالمتر مكعب. انت جبت يعني كيف انا اسبريسا جبت 50 جرام اوف سولت لسولت في 1.5 لتر اوف ووتر اكسبريس ذا كونسنتريشن ان بي بي ام. كونسنتريشن دائما وحدة ماس بير فوليوم، يعني بيشبه الكتلة الكثافة ولكن احنا مالوش كذا دخل كثافة، هي ماس 50 جرام او 50,000 ملي جرام حتى نكون بالبي بي ام، على الفوليوم كان 1.5 لتر، تطلع الجواب عندك 33,333 بي بي ام. يعني هاي هي الوحدة البي بي ام. طيب انا يعني بحكي لك القصة عشان قلنا انه زميلكم حمودة او عبيد راح وقف على البحر بالعقبة ومعه هاي المي ودارها في البحر، قديش بصير تركيز البحر؟ تركيز البحر قلنا 10,000، هل بصير تركيز البحر 44,000 43,000 ولا ما بتأثر تركيز البحر؟ برأيك انت لو جبت هاي التركيزها 33,000 المي تبعتك يور سولت تركيزها 33,000 درتها بمية البحر، هل حتغير من تركيز مية البحر وليش؟ طبعا اكيد مش حتغير من تركيز مية البحر ولا تعريفه ولا بتأثر عليه البحر. ليش؟ لانه انت نحن قلنا دائما تراكيز، انت عم تضيف تراكيز، احنا قلنا التراكيز لا تجمع، تراكيز احنا قلنا لا تجمع، انت بدك تشوف الكميات. انت شو اضفت؟ انت فعليا اضفت 50 جرام على مية البحر اللي هي 33,000 متر جرام بالمتر مكعب في لتر ونص، في لتر ونص بيطلعوا 50 جرام. انت اضفتهم هم ال 50 جرام كميه، هل بتغير 50 جرام؟ معقول تغير في شو اسمه في محتوى املاح البحر؟ مستحيل، تركيز ميه البحر ضلوا زي ما هو. انا حكيت لك القصه حتى تقتنع انه التراكيز اياك ثم اياك ان تجمع تراكيز. احنا معلق معنا هذا، خلينا نوقف التسجيل. لا اشتغل خلاص. طيب بنحل المثال، احنا ما علينا نحل المثال، بس انا حكيت لك هاي القصة حتى تتأكد انه التراكيز ايش مالها لا تجمع، التراكيز لا تجمع. اعمل مسح.
طيب نرجع لمثالنا نحن اللي هو، فبدنا نشوف كمية البي او دي اللي جاي من البلان، كمية البي او دي اللي جاي هون، نجمع الكميات ونقسمها على التوتال فلو. طيب الجاي من البلان في الشهر، من البلان 20 ملي جرام باللتر، جايين في أربعة، يعني شو 20 ملي جرام باللتر أو 20 جرام بير متر مكعب، يعني كل متر مكعب في 20 جرام. احنا بس انا عشان اخذ الكتابه هون كتبها هسه بكتبها، يعني 20 الفرم الشارج، فرم الشارج، فرم بلان هو 20، احنا قلنا جرام بير متر مكعب، يعني بحكي العرب كل واحد متر مكعب في 20 جرام، كل واحد متر مكعب في 20 جرام، انا عندي 38400 متر مكعب بير ديل، وطلع عندي كمية اللي داخلة عندي، بطلع عندي 7000 نضرب 20 ضرب بطلع 7600، خرج من الجمعة 7680 صفر صفرين ثلاثة جرام بير دي، يعني حوالي 768 كيلو جرام في اليوم لنفسه. هذا التحويل اوكي. طيب احنا بس بدنا نعمل سبيس حتى ناخذ فراغ، تطلع يعني كمية الملح اللي جاي يوميا، كمية الملح اللي جاي 768، الاماونت الشارج اماونت فروم البلانت، فروم هو معلش الفرم بلانت البي او دي، فرم بلانت طبعا البي او دي شو يساوي؟ قلنا 20 جرام ضرب 38400 ويساوي 768000 جرام بير دي، اللي هي 768 كيلو جرام بير دي. هذول جيات من البلان. البي او دي اللي جاي من البي او دي اللي جاي من وين؟ الجاي من النهر. بدنا نجيب البي او دي على الفرام ريبر، فرام ريبر اللي هو البي او دي، في عندي انا كنا 0.2 جرام بير متر مكعب ضرب، انا عندي 0.2 متر مكعب او 20 متر مكعب بير سخن، 20 متر مكعب في الثانية، صح ولا لا؟ بس اتأكد من الرقم معلش. الفلوريت 20 متر مكعب في الثانية، فأنا عندي بدي إياه بير دي هون، 906 هون كانت هاي بير دي، هاي كيلو جرام بير دي، أنا بدي اليونت تكون بير دي ضرب 60 زي ما نعرف نحن سكند بير مينيت، سكند مع سكند ضرب 60 منت بير اور، منت مع المنت بتروح ضرب 24 اور بير دي، بير دي والاور مع الاور بتروح، فبطلع الجواب عندي فرام ريفر البي او دي، البي او دي اللي جاي من الريفر كميته مع انه الفلوريت قليل ولكن بطلع عندي كمية يعني مش قليلة. لو انا بس نحسبها قديش بطلع عندي 8000 بدنا نشوف قديش، بس بدنا الكميات، انا بدي اخذ الكمية معلش، بدي انا بطلع عندي قديش الكمية، واحد ضربني اياها، انا بس احسبها، حوقف بس عشان احسبها، بسم الله الرحمن الرحيم، بطلع عندي الجواب انا بس طلبتها 345000 و600 ملي جرام، سوري جرام بير متر بير دي، وانا عندي هناك يعني تقريبا 345.6 كيلو جرام بير دي، صار عندي انا كمية البي او دي اللي جاي من النهر، وفي عندي كمية من البي او دي اللي جاي من
اللي جاي من البلان، بجمع الكميات وبطلع التركيز البي او دي داون ستريم. معناته انا ما بطلع، لاحظ انه انا بجمع كميات، جمعت الكميات، فالبي او دي توتال، نحكي البي او دي داون ستريم، البي او دي داون ستريم كيف حيكون؟ البي او دي داون ستريم، البي او دي داون ستريم تركيز وداون ستريم، البي او دي داون ستريم شو حيكون؟ حيكون 768,000. هذا بشيل هذول، معلش، البي او دي داون ستريم، البي او دي داون ستريم، داون ستريم بده يكون ال 768، بس نحولها لغرامات، حتى نحكي غرام بير بي جيات من المصنع، و 375,600 جرام بيردي، هذول جيات من من النهر، فبطلع مع الجواب بده يكون الجواب زائد 768,003، بطلع 1,000,000 او اللي هو 100,000، يعني طن 113,600 غرام بير دي. هذا مجموع البي او دي غرامات، فمعناته هذا اماونت تركيز. احنا البي او دي تركيز اذا نقسمه على، احنا قلنا غرام بير متر مكعب، فنقسم هذا الرقم على الفلوريت 1,013,600 غرام بير دي، تقسيم الفلوريت، انا عندي الفلوريت كان عندي 38,400، 38,000 سوري 400، 38,400 متر مكعب دي جيات من البلان، زائد 20 متر مكعب بير سكند، اضربها ب 60 حتصير بير مينت، 60 بتصير بير اور، 24 بتصير بير دي، بس حتى نجمع مع بعض، انا بصير متر مكعب بير سكند، حتى نجمع متر مكعب بير دي، لازم نجمع مع بعض، بطلع الجواب بوينت تقريبا 63 something او 638، يعني ممكن تقربها للبوينت 64. هذا التركيز البي او دي اسفل النهر. واضح لحد هو راح نوقف، ويعطيكم العافيه.